هذه انا بتسرح اليوم غتمشي دابا نمشي نسرح نتغدى وغنمشي الا كتمشي دابا نطيب الخبز وسيري ونمشي بلا غدا نجيبي لي الغدا نجيب لك الغدا ها نجيب لك الغدا راه طياب لا الغدا او غتعرفي بها تلحقي عليا ما لا ما نعرفش ايوا دابا ما غتعرفينيش فين غنمشي انا في العروبيه عيطي غاز عليا اولا دخلت ولا دخلت في شي بلاصه شي لا والو تسمعك والله العظيم مسوليه تشم واخا مشيتي لهذيك الخياس اللي غتعاودي نسمعك سبحان الله راه ماشي بحال المدينه هو راه مكانش ليه هو القاسم طيب غير الغدا تيجي بالي واحد قلنا هيه تيغوت تيغوت نسمعك يلاه هيلا جيبي الغدا انا هنا هنا وكتمشي للبلاصه ني تمشي للبلاصه وتلقيه تما راه ما كان لا تليفون لا والو كي دابا بقات تليفون تقول كاين لا ديك البلاصه نيشي تيغوتو عاوي جوع بغات تيغوتو ايه فاش تمشي نسرح باش تمشي نسرح حتى تعيطي لي قلتها نمشي وديك نجيب لك الغدا لهنا دابا راه بقا غوتي ليا غادي نقول لك نعم دابا غتغدى وتمشي تصور هي غتغوت من هاد الجبل غنمشي لجهه اخرى غنقول ليا غنلقى امك غنبقى تقلبي عليا تلقايا دي معاك البوصله سريعة لا بصح نيت راه ما نعرفش واخا دابا هكا يا بصح نيت واخا دابا تعيط ما تعرفش هي منين دوزها لا ما تعرفش الطريق لا ما عرفتش غتلحق الواد تعرفها فين كاينه ولكن ما تعرفش غتلحق الواد ما تعرفش تقطع الواد عا الغيس غتلحق الواد غتقطع شي مرة نمشي ما باش نصب نجيبو على من سخنو والله تمشي والله صراحة توحشنا ذوك الأجواء كانت أمي حد مسكينة كتمشي تسرح في الواد كتغوت لي كتقولي جيبي لي الحمار والشواري كنمشي كندير الحمار والشواري كنقاجع مع دوك العود اللي لقاتو كتجمعو تيكونوا يابسين وكيكونوا غلاظ بحال هادو كتعمر لي الشواري وكتجيبي عاوتاني مرة نطيحو كتجي تعطيني واحد التصميكات مرة كنجيبو هي هذيك وكل مرة وزهر ولكن هذيك التصميكات راه في الاخر كتكون نتيجة زوينة كتكون زوينة قولي تنعرف نصب الحمار كتولي تحضي كتولي تحضي تعلمتي وليتي تعرفي تصمك ياك انت ما كنعرف نصمك بناتي تقول لها انا مغاش نطيح سليلة مشيت لبرا الحامل مشيت دخلت جايبة لكم العجين والله يعطيك الصحة وصافي شتكم كتحميو الفران السلام عليكم كي دايرك بحال تسخن لي كي واخا الزيت تسخن قبل الشمس دابا لمن جبتي طيبيه ولا جبتي تخليه اه جبتي طيبيه ولا وهي غتسخرت ما فهمتي والو غتسخرتي لي ماشي خبز ديالها الدار ديال امي ماشي انت هذاك الجاب على الطعام اللي صحاب لي الخبز ديالك راه خامره امي خليها مع البرد بغيتي تعكز كتعكز العجينه خصوصا الا عجنتيها بكري ما غتخمرش ليك اما الا خليتيها حتى لديك العشرة وعجنتي بعدا شي شويه دابا الاكثريه ثاني كيقرصها كيخرجك بواد الشمس امي جايه تدوز عليكم شنو الفران هذا ما كتتشمش باقي راه كتسخن دابا غادي تسخن لا لا واش قهرك البرد ولا لا قهرك البرد زعما صافحه الشتا راه سخون يا دابا انا عارف ماشي لا سخن ايوا مشيتي للشمس هذا الكرسي من هاد الموعر قار خطا الخطا السخون رانا دي ديك الحديده يا شده السلام عليكم وعليكم السلام كيشتا نزيد واحد هنا زيدي هادي الصغير شي عجن شش والله تا غادي يديها بلاش غنحضر وكنعيو اش اش هذا كنشير دكتور دكتور راه طوبك ماشي درج شحال من مرة داك البيجامة تجرب خي
قال لك واحد غادي نخدم له واش بديتو كترينيو؟ شوف بما ان ذكرنا الحريره خصنا نديرو حريره خلينا ديك الحمد حريره الطاهره المهم سميت الحريره الطاهره وفاطمه جوج مشات لا لا ماشي سميت الحريره الحريره لا سميت سميت حقاش ما عطيتش ما كايناش لا كاينه هاي الزعريه قالت كاينه واش ما عطيتش هذه الحريره الحريره تكون هي حريره تاع بصح وهيني ما عطيتش ها هي شوف هذه الحريره ديال بصح خاصها تبان ويكون عامر وكل حاجه برزقها ما تعرفي ما تعرفي هذا الجد كيف تعرفي الطهر هاد المطيشه هادي هي اللي تنقولوا حنا البلوطيه هادي هي الحريره ديال بصح هي ما كتبها الحريره والحريره تاع بصح اختي راه خاصها تبان يكون عامر ما مطيشه محكوكه ولا جا حامض بزاف لا ما عجبش حامض هادي ما حامضاش ما حامضاش تاعها كتحمر غتجيبوا الحكوكه غتجيبوا دابا نعطيها في يديها هي لا في يدك لا في يدك لا تقول لا 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 شوف قالوا لي هي الطهره كتصرع الحريره واخا كنصرعهم انا كندير كندير على قدي حيت حنا عاجز ناس وكندير عاجز زلاله دابا غدير وراها طنجره وطنجره علاه ما عقدتش خفتي منها بزاف انا ما بقاش لا عندك السرع عندك لا لا الطهره ايه بسم الله ها ما عطيتش ما قلت اه والله الا قلت لك يا صافي دابا واش قلت لك دابا الطهره والله قلت لك كل حاجه برزقها هذاك الشيء والله كتقول شي كلمه كتجي هذه يا سبحان الله ما ناويهاش على ما طيشه زين ما ناويهاش باقا بزاف ما طيشه عاد كاينه ما طيشه لا لا غادي نتسار نتسار ها الحمص شوف ها الحمص تزاد بعدا تيقول لك الطهره جات برزقها اييه كاين الله الحمد لله شكرا لله نديرو كله حمص عجب بزاف واخا عجب بزاف ها انت شي ولاد كتقول فاطمه واش نديرو كله باش تعرف راه الشياطه كاينه عادي الحمص ها عادي انا مره وزيدوا دارك واخا شوف ربي راه كيبغى خاصك حكات ماطيش لا غندير هكا لا هذا غرض ماطيش علاش غديري كديري هذه خليتها ندورو بها الطهر ان شاء الله
حنا كنقدروا نخدموا حنا والدجاج. غسليها وترميها، هذاك الشيء اللي كتكوني زربانه صافي كتوجد تجبديها وتطيبيها. الجريحه كطيح. والله حتى ماشي غيه ديال الشتاء.